يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين. تاني أيام عيد الفطر المبارك، كل سنة وأنتم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير، والشعب المصري شعب كريم وشعب يستاهل كل الخير. النهاردة مع بعض زي في رمضان ما سبتكمش، كنا معاكم خطوة خطوة. احنا برضو في أجازة العيد عارفين ان احنا قاعدين في البيت بنعيد، وعايزين برضو نعمل حاجات حلوة وسهلة، وخارجين من رمضان من المسمن والمحمر والمشمر والحاجات اللي خلت لنا أوزاننا تقلت. فتعالوا مع بعض هنعمل ايه النهاردة. معانا حتة لحمة من الألتر كوت جميلة جدا، حتة عزيزة كده في الدبيحة سواء العجل أو الخروف، هنعملها مع بعض النهاردة مشوية مع الأعشاب. هنشوف نشويها ازاي مع بعض، ومتبقاش حلوة غير لما تاخد مكعب زبدة كده لطيف وحلو، واخد الفليفر بتاع الروزماري مع الزعتر، ونشوف هنقدمها لحضراتكم ازاي. معانا طاجن تورلي النهاردة، وحقوق الطبع لدينا وبس، كلنا بنعمل التورلي، بس ان احنا نعمله بدون لحمة وفراخ عملناه، بس انا هعمله النهاردة بالبيستو صوص. ايه هو البيستو صوص ده؟ ريحان اخضر واخد لوز او عين جمل او صنوبر، اي نوع من المكسرات غالي شوية، مع عين جمل وتوم. فالخضار بتاعي هنا هيتعمل مع البيستو صوص طاجن تورلي جميل جدا. ده في ايام العيد وفي اجازه العيد حاجه لطيفه وجميله، وفرصه ان احنا نبعد عن اللحوم شويه والفراخ شويه. معانا مافن النهارده بالبرتقال، كلنا عارفين البرتقال فيتامين سي، والاطفال الحلوين ممكن الكحك شويه فيه دسامه، واحنا بناكل كحك برده. معانا الكحك في العيد زي ما حضراتكم شايفين، معانا ايام العيد كلها. حابب اعمل حلو طفولي كده لطيف اسمه مافن البرتقال بطريقة الخاصة، هنقدمه لحضراتكم النهاردة، وحاجة جنب كحك العيد، حاجة جميلة زي الفل. طيب السلطة بتاعت النهاردة حابب ان هي تكون كمان قيمتها الغذائية وتساعد على تخليص الجسم من الكوليسترول والدهون. ايه اللي ممكن تكون طبق سلطة؟ هعمل سلطة الخس بخل التفاح. خل التفاح وخل البلسمك الاتنين واحد في الطعم، هياخدوا عصير ليمون وزيت زيتون، والسلطه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا وليها فايده اللي هي بتخلص الجسم من الكوليسترول والدهون. خلينا نشوف حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه، فيها كمان اكل صحي تختار تاكل اللي انت حباه من على السفره بتاعتك. وعيد سعيد علينا وعلى كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا نعمل السلطه بتاعتنا بسرعه كده، السفره بتاعتنا مليانه، اللهم صل على النبي، زي الفل. سلطه خس جاهز معانا، وبسرعه كده اعمل الدريسنج بتاعها، عباره عن خل تفاح، معايا صلصه البيستو فاكرينها اهي، باخد شويه كده بسن السكينه اسقطهم هنا كده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ زي الفل. واضربهم كده بالمضرب بتاعي. معانا شوية زبيب حلوين، الزبيب مفيد، عنب مجفف اهو بينزل على السلطة الحلوة دي كده. نعمين مكانها زي الفل. معايا كمان فجل أحمر مبشور، أنا بحبه جدا في السلطة وخاصة في الفتوش، ويتعمل منه صلصات كتيرة قوي، ونتعلم من إخواننا الصينيين واليابانيين بيستخدموه، وهو مصدر للوسابي صوص. الوسابي صوص بيطلع تاني من الفجل الأبيض والأحمر، عشان نبقوا عارفين الصلصات الغالية اللي هي أساس المطبخ الصيني والياباني طالعة من الفجل بتاعنا ده، ومش هيبقى زي ده كمان، لأن ده بتاعنا خير أرضنا لا يعلى عليه. حلو الكلام؟ ومعانا كمان جزر زي الفل. السلطة دي على فكرة فيها كل حاجة حلوة، السلطة شكلها حلو، أنا بحب اللون البرتقاني بتاع الجزر ده كده، بيفتح الشهية. عينية، حاضر، زي الفل. احنا في عيد بقى يا استاذ رحاب، زود لي الوقت شويه، ده المصروف بتاعي، انا مش عايز مصروف، عايزك تزود لي الوقت بس. الله يبارك لك. هناخد السلطه نحطها كده بألف هنا وشفا اهي. تحطها دي على طول لما نتجمع على السفره. يعني انا انصحك اي سلطه فيها خضره ورقيه زي الخس والجرجير، السلطه اللي هي فيها خضروات ورقيه زي الخس والجرجير يفضل تحط عليها الدريسنج بتاعها او الصلصه بتاعتها مجرد ما نقعد على السفره بتاعتنا. السفرة بتاعت النهاردة في تاني أيام العيد، كل عام وحضراتكم بخير. كنت حريص كل الحرص إن أنا أحط قدامي كده هدف بعد العيد، زي ما إحنا مع بعض كده في أجازة العيد، كنت حريص إن إحنا نكون مع بعض
كنا في رمضان خطوة خطوة، في العيد كمان نقدر ان احنا نتخلص من الدهون اللي كناها والحاجات الدسمة. عملت طاجن تورلي جميل جدا، هو سيد السفرة، في كل الخضروات مع البيستو سوس يعني اوميجا 3 مع عين الجمل او اللوز، مطحون طبعا مع الريحان والثوم. عملنا حتة لحمة مشوية اللي هي الانتر كوت، جميلة جدا، حتة لحمة ملبسة حلو مستوية واخدة صوص لطيف وحلو بخلي البلسمك مع المستردة صوص والهريسة اللي هي الفلفلة الحلوة الطابع الشرقي فيها. معانا مافن جميل جدا بالبرتقال، انا شخصيا بعشقه، ده مع كوباية القهوة وكوباية الشاي خلص الكلام. معانا سلطة جميلة تتحدث عن نفسها، لوحة فنية عبارة عن خس كابوتشا وخس بلدي، بياخد الخل التفاح مع الصوص اللي انا عملته وكمان زيناها بالجزر والفجل الاحمر بتاعنا الجميل. رؤية فن إبداع، كل عام وحضراتكم بخير والشعب المصري الشعب الأصيل بخير وسلام يا رب وإيد واحدة وكل سنة وأنتم طيبين، وبكرة إن شاء الله برضو لنا مفاجآت مع العيد. كل سنة وأنتم طيبين، شكراً